اهلا بحضرتك. ازاي بتتاثر حضرتك في البيت بزياده الاسعار؟ يعني عادي الامور ماشيه ولا بيبقى في مشاكل، ولا انت قادر تواكب الاسعار دي ولا مش قادر تواكبها؟ ليه مركزين في الملف الاقتصادي؟ لانه وجع في كل بيوت الناس، واحنا بيهمنا ننقل صوت الناس. خلونا نرحب باتصالات حضراتكم وبكل اللي حابب يقول رايه ويعبر عن وضعه بمفرداته. طبعا احنا هنا لا بنعارض ولا بنتبنى، احنا بنعرض كلام الناس ورأي الناس زي ما هم بيقولوه. يعني دي آراء الناس والمصدر بتاعها بنعرض منه مباشرة، ان هو الناس نفسها. معايا اول اتصال ابو الحسن من السعودية، معانا اهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يرضى عليك ويسلمك يا رب انت والمستمعين اجمعين. اول حاجة اقدم، نعم، اول حاجة اقدم شهادتي للدكتور مصطفى شاهين. انا اشهد بالله انه نصح الامة وادى الامانة منذ 8 سنوات. هو ينصحكم ويقول لكم يا ناس يا عالم شوفوا رايحين على فين انتم. والله العظيم اقسم بالله العظيم انه بكرة الموية الماء حيكون اغلى من الاكل. انتبهوا لنفسكم يا جماعة، يا اخواننا، يا جماعة، يا بشر، اخرجوا وثوروا واطلعوا على الحاكم الفاسد هذا. والله انه فاسد، والله انه فاسد، والله انه فاسد. وسلامتكم. عليكم السلام. اشكرك يا ابو الحسن، شكرا لك. وانا اشهد ان من سنين طويلة والدكتور مصطفى شاهين وغيره من الاقتصاديين المصريين المخلصين كانوا بيحذروا وكانوا بيقولوا وكانوا بيحاولوا يقولوا للنظام ده على سكة صحيحة، طريق صحيح يروح فيه الاقتصاد المصري، بس للأسف النظام ده ما بيسمعش حد غير نفسه. اتصل معايا آخر، أبو زياد من مصر، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، ازيك يا أبو عبد الله؟ أهلا يا أبو زياد، أخبارك إيه؟ الله يبارك فيك يا فندم، الحمد لله. إزاي بتأثر زيادة الأسعار كده على الناس، على الأسر، على السلام المجتمعي وعلى الأسرة المصرية؟ تمام يا فندم. اولا انا بشكر البرنامج الجميل الرائع دوت والقائمين عليه بصراحه، يعني فريق الاعداد جزاهم الله كل خير. ده اولا. ثانيا يا فندم، تاثير الاسعار وتقلب الاسعار اللي حصل والغلاء اللي حصل على تسعير البيوت، انا بقول لحضرتك من واقع الحياه اللي احنا شايفينها، ما اكثر البيوت اللي اتخربت، انا اقول بكل امانه، وحصل طلاق وانفصال بسبب غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده. انا بكلم حضرتك بكل امانه، وده حاجة أنا لمسها وشفتها، يعني مش عايز أقول لك إن أنا منهم، ها، إن حصل الطلاق بسبب غلاء الأسعار وبسبب ضيق الحال. ومش هندخل في حتة ده، إيه عدم الصبر والركع على الأصل والكلام ده، بس ده ما علينا من القصة دي. بس طب أنا عايز أعرف بس، معلش، يعني دلوقتي طب حضرتك بتقول إنك من الأسر اللي تفككت، صحيح؟ بسبب الظروف الاقتصادية. إزاي؟ حصل. إيه اللي بيحصل؟ أو إيه اللي بيحصل يا فندم؟ أنا أقول لحضرتك الحاجة اللي بيحصل كالآتي: المتطلبات الحياة بتزيد، في أولاد وفي مدارس وفي ضغوطات وفي حياة، في أكل وشرب وفي إيجار وفي الكلام ده كله. صحيح. فإحنا مش إحنا كرجالة ما بنبقاش قادرين إن إحنا نواكب الأسعار دي. اللحمة بكام النهاردة؟ 350 و340، الفراخ النهاردة أقل فرخة 250 240، عندك أربع أولاد في مراحل تعليمية مختلفة، فأنت بالتالي ما فيش صبر، يعني ما فيش صبر عندي الزوجه، وفي نفس الوقت انت مش قادر تلبي الطلبات دي ومش قادر تكفي، مش انت ما فيش شغل اصلا، ما فيش شغل تجاهد فيه اكتر. فاهمني حضرتك؟ طب الست ليه ما بتصبرش معاك على الحلوه والمره؟ ما يا فندم، ما يا فندم سامحني لا حول ولا قوه الا بالله، مش كله يا فندم، مش كل الست اللي بتصبر وغلاء الاسعار. بس انا في كذا نقطه كده بعد اذنك عايز اكلم حضرتك فيهم سريعا. اقول لحضرتك من فتره كده حضرتك كنت فتحت ملف العرجاني ونخنوخ، صحيح، او العرجاني بالاخص، نخنوخ حد اتكلم فيه. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد، دي ميليشيات، معلش انا اسف، بنقول لحضرتك ميليشيات رئيس الدوله بينميها وبيكبرها لحاجه ثانيه في دماغه الله الذي يعلمها. بس اللي انا شايفه كده ان هو، معلش انا بتطرق للموضوع المهم ده، وانا عارف ان في ناس منهم بيتابعوا الكلام ده وهيتفاجئوا باللي انا بقول لحضرتك عليه. حضرتك الراجل ده عارف ان كارت الجيش اتحرق، فبالتالي بيجهز للبديل اللي هينزل للناس في الشارع، واعتقد ان في بعض البوادر ظهرت في الفتره السابقه. تاني هام حضرتك انت بتتكلم حالا على الست اللي طلعت في صدى البلد بتتكلم بحيث ان ايه، لا اصبروا، لا عيشوا، لا، فاهم انت؟ وقروا سوره قريش، صح كده يا استاذ احمد؟ ايوه. طيب
هم ليه جايبين ست؟ ما انا معلش ده في مخ مخابرات شويه هم بيتكلموا بيه. بيجيبين ست لان 90% او 80% من الفيديوهات طالعه ستات، فبالتالي بيجيبوا ست زيها ان هي بتحاول ان هي تبقى الديفنس بتاعهم. نعم شكرا يا ابو زياد. هم بيحاولوا يخدعوا الناس بطرق مختلفه. كان زمان بيطلع راجل بدقن طويله ويقول لك ما تخرجش على الحاكم وان سرق مالك وان جلد ظهرك، دلوقتي بيجيبوا ست لطيفه كده كبيره في السن شعرها لطيف وشكلها جميل كده، تقول للناس اقروا يا جماعه والفلوس هتكتر والدنيا هتبقى حلوه ما تقلقوش خالص. شكرا ليك. ام سلمى من مصر معانا، اهلا يا ام سلمى. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا اللي بنوصل لكم بالعافيه، بقى لي شهر مش عارفه ثلاث اسابيع عشان ما ابقاش كذابه. انت تنورينا. الله يكرمك. اتفضلي. بس يمكن عشان انت يعني اسمه ايه ده عرفات دعا عليكي ولا حاجه يمكن. مش كده كشف راسه. صح؟ مشيها راسه كشف راسه دعا علي. طيب يا ام سلمى قولي لي بقى اخبار الاسعار ايه والناس عامله ايه بجد؟ بص، قريه كانت امنه ياتيها رزقها، ده اختصار الموضوع. انا بس عايزه ارد على الاستاذه بتاعت لإلاف قريش. مين بيدخل الدين في الدوله دلوقتي يا حسالة؟ يا حسالة مين بيدخل الدين في الدوله دلوقتي؟ مين بيستخدم الدين في السياسه؟ كانوا بيقولوا كده زمان على الاخوان والسلفيين. اه ده امال ايه؟ امال ايه دلوقتي حلال حلال. بص يا استاذ احمد، انا ايه، انا ست كنت بحب واحد وحبني وجوزته بمزاجي وبمحض ارادتي، تمام؟ والراجل ده كان بياكلني ويشربني وفي الحلو وفي المعقول بكرامه. طلع لنا واحد بلطجي كده مره واحده، راح ماسك جوزي ذبحه يا ابني. لا ومش لا وبتذبحه ليه؟ راح قال لك ده يا دي عيشه اللي معيشها لك، ده انا هاكلك واشربك وهحميكي وهعمل كل اللي ما عملوش ده. تمام. عيلتي اتقسمت نصين، النص الاكبر وافق عليه والنص الاصغر قال لا. اتجوزته عرفي مش رسمي، فجي جوعني بقول له انت مش قلت لي هتاكلني؟ قال لي تاكلي ولا احميكي؟ قلت له لا الحمايه طبعا اهم حبه. وطلع حرامي كسر الباب يغتصبني، بقول له مش هتحميني؟ قال لي احميكي ولا تبقي ارمله زي جارتنا. فانا مش عارفه دلوقتي اتطلق ولا اعمل ايه صراحه. لا احنا كده نشوف فيلم اريد حلا بتاع فاتن حمامه يمكن نلاقي الحل. ايوه ده فيلم جعلوني مجرما ده يا استاذه ام سلمى. لا ده حد قذر ضحك على الناس واتنحنح لهم واللي صدقوا يشرب. بص هو الاذى جاي على الكل مش هنختلف. صحيح. لكن يكفي ان احنا نبرأ الى الله ان احنا من اول لحظه كنا ضد ده. شكرا يا ام سلمى. شكرا لمشاركتك. وهنسيب ام سلمى عشان نروح لام سلمان بس من موريتانيا. ام سلمان اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام سلمان؟ اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من موريتانيا نختار نشكر قناه الكرملين. اشكرك. شكرا لله على الصوت الواصل. تسلمي. وعلى التعبير الجميل. واهل مكه ادرى بشعابها. اهل مصر يعرفوا ياك. قلنا احنا الموريتاني يعذبون روسهم لين جاهم محمد مرسي رحمه الله. الله يرحمه. الشهم العادل الذي يعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ذنبلوه واختاروا السيسي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولاني داخله قاعد في التفاصيل بيدي. اهل مكه ادرى بشعابها. اهل مصر يعرضوا ياك يعذبون روسهم. في غير عندي سؤالهم نختار من قارتكم هاي المحترمه نوجهه لحكام العرب. حكام العرب، يا حكام العرب، هاي الترسانة اللي عندكم اللي تجمع القوية ولي الأموال الطائرة والجنود والجيوش دورها للدفاع عن الأرض وعن الدين وعن المسجد الأقصى أم للزينة فقط؟ حاضر. يعني أنا أتمنى يوصل السؤال للحكام العرب، بس أنا عايز أسمع منك نصيحة من أخت موريتانية للشعب المصري لو عندك نصيحة يا فندم. والله لا عندي ماي نصيحه واحده لا من شيء. عندي 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 نصيحه من الكتاب والسنه لاخواننا لاشقاء في مصر. تفضلي. يا اهل مصر، الانسان لين ما يخاف هو راسه من مولانا، ما هو لا يخاف على اكل عيش المصريين. لين قبل السيسي والناس الخايفة من مولانا تبات سجد ركع وداروا في بلدها مدة ثانية حالها علم مولانا. يعرفوا الله يخرج الأكل العيش. أكل العيش.
لا هي طيه لكن لا حد تي عمر بن الخطاب ولا تي عمر بن عبد العزيز ذاك الزمن، وفي زمننا احنا هذا القرن 21 اعطاهم مولانا رئيس قال لها الاول الماده لا بد توكل من اكل عيشها ولا بد تنسي السلاح ولا بد تنسي دوائها كحزوا عليه وابدلوه بالسيسي، ابدلهم الله خيرا من السيسي وابدل الامه العربيه خيرا من السيسي، لان الجاره مصر احنا الفاخر احنا البلدين نفاتر وفات افريقيا الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه لهم نتالموا ولكن لا حول لنا ولا قوه. نعم بالله. الشعوب جازمين على صدورها هاو حكام العرب تقعد مصر ام الدنيا وزرها وزرها اطفال فلسطين يتلوون جوعا، اين الشهامه العربيه؟ اين الشهامه المصريه؟ العربي جيش الجيوش بصرخه امراه فكيف بصرخه الاف النساء ملايين والله ملايين يا مسلمان ملايين يعني الناس ملايين الناس تموت في الشوارع من قلة من البوع في الشوارع في شمال غزة لم تجد لقمة عيش. أين الترسانة وأين النخوة وأين حكام العرب؟ أين هم؟ هم لا أشكرك يا مسلمان. يبدو أن يعني رصيدها خلص. أظن أن احنا إن لم يجد جديد يعني بكرة نفتح ملف فلسطين، لأن اللي بيحصل في قطاع غزة ما يرضيش حد. أهلنا ولادنا أشقائنا دمنا أهل ملتنا أهل عروبتنا جيراننا سميه كل الروابط بيننا وبينهم، ناس بتموت من قلة الأكل، ناس بتقع في الشوارع في شمال قطاع غزة، أكتر من 600,000 إنسان 600,000 روح، الناس بتقع في الشارع من قلة الأكل. أب امبارح ربنا رزقه بطفل سماه علي، هو اسمه حمزة مصطفى بوتوها على ما أتذكر يعني. فقعد طبعا ما فيش رضاعة طبيعية، ما فيش في يعني حالة أنيميا وفقر دم، فبيدور علشان يجيب له علبة لبن ما فيش، ما لقاش أبدا. فين بعد وقت طويل حد جاب له سرنجة فيها لبن علشان طفل رضيع؟ أي نخوة بقى لما احنا شايفين اهلنا؟ ما هم اهلنا دول، ما هم لحمنا ودمنا وعرضنا وشرفنا وكرامتنا وارضنا، واقفين هناك ليه؟ عايز تسمع فين هناك ليه؟ واقفين هناك عشان دي ارضهم، عشان ما بيبيعوش ارضهم متمسكين فيها، حاولوا يقولوا لك باعوا، لا متمسكين بارضهم حتى الموت. واحنا بنعمل ايه؟ السيسي اصل المعبر مقفول، وزير خارجيته اصل حماس خارج الاجماع الفلسطيني، مش اصل والله لازم الاسرائيلي يقول ندخل لهم ولا ما ندخلهم، ما هو عدو، ما هو بيقتل فيهم، ما هو 30,000 واحد ماتوا واستشهدوا لحد النهارده، ما هو اذا كان عليه عايز يموت الباقي زي ما بيقولوا هم عايزين يطلعوهم من الارض دي. وزيره الهجره الاسرائيليه بتقول لك ما فيش شعب فلسطيني اصلا، جايه عايزه تقنعنا ان دي ارضها عشان كانوا من 7,000 سنه هنا، واللي رسبوه هنا وتربة جده وأهله ومولود هنا دي مش أرضه، هي عايزة تقنعنا بكده. فأين أنتم يا عرب؟ الست قالت ومعتصماء حرك الدنيا كلها. النهاردة مش بيتقال ومعتصماء، النهاردة بيتقال كل حاجة. فين بقى نخوة العرب؟ شكرا للمسلمان اللي كلمتنا من موريتانيا علشان تصحي قلوبنا شوية. زينب من المغرب أهلا بيكي. أهلا بك أخي أحمد. أنا أبدأ من حيث انتهت أختي أم سلمان من موريتانيا، فكنت صيف أيضا سوف أقول ومعتصمة. المعتصم بن هارون رشيد قال لا عاش المعتصم بن هارون رشيد لو لم يأتي بحق هذه المرأة التي صرخت صرخة واحدة، فقد جيش جيشا أوله عند حاكم الروم وآخره في بغداد. أين نحن من أخلاق العرب ونخوة العرب؟ نحن كلنا العرب وكلنا لا ده المعتصم إيه كمان يا زينب؟ ده المعتصم مش عربي خالص، يعني المعتصم أبوه عربي وأمه تركية، يعني كان أمه تركية يعني أزل. سوف نقول نحن ومعتصمة وعثمانة وسليمان شاه وعمر بن الخطاب، حتى لا أجد فقط الكلمات. فما يحصل في مصر وفي غزة سوف أقولها بالمصري العامي، صعبا علي مصر وصعبا علي غزة، صعبا علي حال العرب، صعبا علي حال نفسي، صعبا علي كل اللي حاصل ده.
فعلا صعبان علي. يعني نحن لسنا عربا ولسنا مسلمين. ما يحصل بدا في كنا يوم أكد الثور الأبيض وما سقطت بغداد تحت الاحتلال الأمريكي، في ذلك الوقت سقط كل العرب. كان يجب الدفاع عن بغداد، كان يدافع عن فلسطين، ولكن يدافع عن المغرب وعن كل الدول العربية، كل الدول والحب على الجرار. فقط بدأت في بالعراق ثم سوريا والآن فلسطين ومصر. مصر، مصر يا أمة الإسلام، مصر يا أيها المصريون، مصر يا العمود الفقري لكل الأمة العربية. اصحوا يا مصريين، أرجوكم، هذه صرخات من أختكم في المغرب. اصحوا يا مصريين، السيسي هو أبشع صور العمالة وأبشع صور الاحتلال. اصحوا يا مصريين، ما يقع في مصر هو ارتداد خطير جدا على كل الأمة العربية. نحن بحاجة إليكم. إن وقفت مصر على قدميها سوف يقف كل العرب وراءها. اصحوا يا مصر، مصر تستحق الموت لأجلها. دم الناس في رابعة، دم الناس في رابعة، في القصر الجمهوري، دم محمد مرسي معلق في رقبتكم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شكرا لك يا زينب، بشكرك يا زينب، شكرا لك، بشكرك على وجودك معايا. أنا مش قصدي إن يعني المعتصم أم تركيا ده تقليل، لا، لأن أصل عندنا ناس دلوقتي بتفتخر إن هي عربية قح من ظهر وبطن من كلا الأب والأم. ولكن تمام يا معلم، أنت أبو العروبة، انت العصير السك للعروبه، فين بقى نخوه العرب؟ كل عام وانت بخير. جمال من مصر، اهلا يا استاذ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ جمال، عامل ايه؟ اولا بحييك على البرنامج بتاعك. وعندي سؤال، البرنامج بيوجه لمين؟ هل للشعب ولا للنظام؟ هل اذا كان للنظام، النظام بيكون سعيد جدا لما بيسمع معاناه الشعب، ده اللي انا لاحظته بصراحه ربنا يعني. طيب لا، هو البرنامج في الاول في الاخر قبل اي حاجه صوت الناس ده موجه للناس، ويعني الشعب بقى هو اهم حاجه عندنا. مش مهم عندي النظام، النظام بقى بيستمتع باهات الناس بوجع الناس، بس انا بخاطب الشعب عشان نوضح الصوره، عشان نذكر الحقيقه، عشان نجيب وجهه النظر الثانيه اللي هم مش عايزين يقولوها، يعني اللي هي صوت الناس. اتفضل. هم بيكونوا سعداء جدا بيتاكد. استاذ جمال، بعتذر استاذ جمال، يعني هستنى اتصال حضرتك مره تانية، بس يكون في شبكه اقدر اسمع حضرتك بشكل افضل. يعني استاذ محمد من مصر معايا. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك، عامل ايه يا محمد؟ ازي صحتك؟ الله يخليك. الله، انا ليه اداب عند حضرتك، انا ليه اداب عند حضرتك والله يا استاذ احمد. اتفضل، حقك عليك. هو حضرتك ليه بتلوم الناس او المتصلين اللي بيقول لك الشعب ده يستاهل؟ عشان ما ينفعش اعمم على الناس، عشان الناس مجبورة، عشان الناس مفعول به وليس فاعل. والغاية دلوقتي لو تعرف ان في غالبية ناس معدومة ومش لاقية ومؤيداه، والشعب ده تقول عليه ايه بقى؟ هم الناس دي تقول عليه، اقول على دول، ما اقولش على عموم ال 110 ما هم دول الشعب يا استاذ احمد. لا، ما هم حضرتك دول الشعب بتقول في ناس يا استاذ، في ناس كتيرة، لا في غالبية. لا اسمعني، اسمح لي يا استاذ محمد، الناس اللي بتسب وتلعن في الشوارع دلوقتي لعبد الفتاح السيسي ناس، والناس اللي حضرتك بتتكلم عنها انها بتأيده ناس، صح؟ والناس اللي بتسب وتلعن 75% منهم هم اللي نزلوا في 30/6 وهم اللي أيدوا السيسي. معلش انت ما كنتش في الصوره. احنا طب ربنا ربنا بيغفر لعباده والناس دلوقتي. ما هو ده بقى عقاب ليهم، وهقول لهم على حاجه ثانيه. ده انا هقول للناس دي على حاجه ثانيه. اقسم بالله احنا في نعيم عن اللي جاي الايام دي، والتوابير اللي شايفها نعيم عن اللي جاي. المجاعة اللي في غزة دي لا توصل مصر بدون حرب، والله العظيم المجاعة اللي في غزة دي لا توصل مصر، وهتوصل هنا في مصر بدون حرب. هو ده احنا الايام دي، والجلو اللي احنا فيه نعيم عن الايام الجاية. الايام الجاية سواد، ربنا يعين الناس يا محمد. وبرضو يعني للأسف ان اللي حضرتك بتقوله ده الشعب. اللي بتقوله حضرتك ده صح، يعني انا وبسبب ايه؟ ما هو بسبب جهل الشعب برضه. مش جهل الشعب، بسبب فساد الحكومه. السبب الاول المتحكم الشعب. والله يا استاذي، والله لو الشعب ما جاهل ما كانت تديله حكومه فاسده. والله الشعب لو ما جاهل ما كانت تديله حكومه فاسده. طيب مش هنختلف لان ده وجهه نظر حضرتك، من حقك تعبر عنها زي ما انت عايز، بس انا هتحفظ على توصيف عموم الشعب بالجهل. وبشكرك جدا وتنورنا في اي وقت. معايا اتصال تاني، استاذ احمد من مصر معانا بقاله فتره، اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ زي حضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. الشعب اللي يتحمل المسؤوليه ولا الحكومه الفاسده؟
لا طبعا الحكومه الفاسده. استاذ احمد انا اسف معلش انا هكلم حضرتك في ثلاث نقط سرعة جدا هم ما لهمش علاقه ببعض بس صح. انا عايز اقول لهم لو سمحت هو احنا كنا مستنيين ايه يا استاذ احمد؟ يعني الناس كانت مستنيه ايه بعد اللي حصل؟ انا حصل عليا خيانه انقلاب قتل اللي يقول كلمه الحق بيتسجن اتمنع دروس الدين في الجوامع اتمنع الاذان في الجوامع حرب على الدين اعلام كذاب اسعار الحاجه ايام الدكتور مرسي وانا مش اخوان والله العظيم وانا بقول لحضرتك مش لازم تكون وبعد او ايام مبارك او ايام مبارك اسعار الحاجه ايه يا جماعه دلوقتي واسعار الحاجه ايه دلوقتي الدم يا جماعه الدم الخيانه القتل انتوا مستنيين ايه بعدها ايه انتوا مستنيين ايه هي الناس كانت مستنيه ايه الناس كانت مستنيه الحاجه تبقى فخفخينه والدنيا جميله والله ده نتاج طبيعي يا استاذ احمد اللي احنا فيه ده عدل ربنا خلي بالك والله اللي احنا فيه ده عدل ربنا ده نتاج شيء حاصل انا كلامي في حاجه غلط يا استاذ احمد كلام حضرتك رايك وانا بحب اعرض اراء الناس ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ده تعليق عليك يا استاذ احمد بعد ما اشكرك ربنا انا عدل. انا اسف يا استاذ احمد ربنا عدل وما يرضاش بظلم عباده طبعا 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 ربنا عدله ما يرضاش بظلم اي حد بس انا بقول لحضرتك ده نتاج طبيعي انا هتكلم حضرتك في النقطتين التانيين سريعا لان عندي متصلين كتار والله اتفضل تمام حضرتك عايز اقول لحضرتك شباب مصر دلوقتي بسبب البيئه الماليه وبسبب العيشه يا استاذ احمد شباب مصر اكتر من 60% منهم دلوقتي بيلعب لعبه 1 اكس بيت المراهنات ده كلام انا متاكد منه بنسبه 100% يا استاذ احمد الشباب زمايلنا في الاعداد يا ريت يا جماعه تشوفوا لنا الموضوع ده عشان انا يعني مش خبير الشباب صدقني يا استاذ احمد القهاوي كلها انا اروح قهوه او مكان او تجمع كل الشباب يا استاذ احمد بنسبه كل شله لو فيها خمس ست انفار هتلاقي اثنين ثلاثه منهم بيلعبوا لعبه 1 اكس بيت طيب شفت الناس اخر نقطه حضرتك هتتكلم فيها يعني هحاول نفتح النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة حضرتك إن أنا فواتير الموبايل وفواتير الإنترنت كانت 8% ضريبة الدولة امبارح يا فندم أنا بكلم شركة أورانج بستخسر قالوا لي ضريبة الدولة بقت 22% بدل 8% 22% ما شاء الله والله العظيم يا أستاذ أحمد 22% بدل 8% من 8% ل 22% موضوع مهم كمان هنحاول نسلط عليه الضوء بشكرك جدا يا أستاذ أحمد إن أنت نبهتنا لده أستاذ أحمد برضو معانا تاني من مصر استاذ احمد حضرتك مش احمد التاني في احمد قبلي انت لا حضرتك واحنا على الهواء وسامعينك ازيك يا استاذ احمد ازيك يا ريس عامل ايه ايوه يا استاذ احمد اخبارك ايه ازيك يا استاذ احمد ربنا يخليك اسمعني بقى من التليفون عشان نعرف نسمع بعض ممكن نسمع من التليفون يا استاذ احمد طيب قول لي بقى يا ريس ايه اخبار الاسعار عامله ايه الدنيا معاك اليومين دول يا عم احمد انا سامعك من التليفون اهو طيب قول لي بقى الدنيا عامله ايه معاك اليومين دول انا بضم رايي انا الحمد لله بخير الحمد لله بضم رايي مجلس النواب لي ان الشعب مش كله يا استاذ احمد يعني واعي الشعب فعلا بضم صوتي وده سوء اكيد نص جاهل نص جاهل مغيب والنص الثاني انا عندي شهيد في رابعه انا عندي شهيد في رابعه الحمد لله ربنا يرحمه وخرجت اكثر من 300 مسيره بس فعلا بضم صوتي وصوت المجموعه اللي قبلي بان الشعب المصري فيه احرار فيه متدينين فيه محترمين ولكن فعلا وحقا ورب العالمين يشهد ان الشعب جاهل نصه جاهل متخلف مغيب وبس اضم صوت اللي قبلي بس طيب بشكرك يا استاذ احمد وانا هتحفظ برضو على التوصيف العام لان التعميم مش عادل لما نعمم على الناس كلها بشكر حضرتك جدا ربنا يرحم ابن حضرتك وتحياتي ليك ابو سما من مصر معانا اهلا بيك ابو سما معانا طيب ابو سما يبدو انه مش معايا ابو احمد طيب معانا ايوه ابو احمد اهلا بيك اهلا بيك ازاي حضرتك عامل ايه ازيك يا استاذ احمد عامل ايه الله يخليك يا رب غلاء الاسعار بيأثر على الاسره المصريه ازاي طبعا بيأثر على الاسره ايوه ازاي بقى قولي بيأثر علينا جميعا احكي لك ايه فين بدر ازاي هقول لحضرتك دلوقتي انا راجل مرتبي ال 6000 جنيه بتوع الحد الادنى مش ده اللي عمله لنا ماشي ربنا يبارك صح تمام لما جينا نحسبها عن مرتبات السنه اللي فاتت بالدولار طبعا
لقينا نفسنا بنقبض ال 6000 دول بيقبض اقل من السنه اللي فاتت كنا بنقبض. صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح. طيب دلوقتي دول هنعمل بيهم ايه حضرتك؟ هنجيب بيهم ايه؟ تقول لي انت حضرتك هنجيب بيهم ايه في ظل في يعني في ظل سعر الغراء اللي فيه ده؟ سيبك بقى من الاسعار بقى، هنفضل نتكلم في الاسعار دي كتير. طب الاسعار اللي احنا عرضناها من شويه دي في الحلقه كانت حقيقيه ولا اقل ولا اكتر؟ لا ده هي اكتر من كده بكتير. اكتر من اللي احنا جبناه؟ بكتير. طيب يعني انا عايز رساله بكتير من حضرتك للناس اللي ماسكه البلد يوم دوراها. اقول لهم كفايه بقى، بس هم لو يعني مش هيسمعوني زي ما هم ما سمعوش اللي قبلي ولا اللي قبله ولا اللي قبله. بس انت شايف ان هو كفايه عليهم كده؟ شايف ان كفايه بقى؟ كفايه عليهم، بس هم يعني انا قلت كفايه هم وكفايه علينا وكفايه علينا لازم وكفايه علينا احنا كده. بص يا استاذ احمد صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انا زعلان عليك وعلى الاستاذ اسامه جويش. اسمع بس والله زعلان عليك على الاستاذ اسامه جويش وعلى محمد ناصر وعلى عطوان وعلى سميح وعلى كل الناس اللي بره دي. انتوا ليه يعني بانهي اللي زيكم انتوا يتغرب عين عن عياله عن اهله وعن وطنه وشويه يعني شرذمه من الخونه زي دول هم اللي عولوا في البلد؟ هقول لحضرتك حاجه، انا هشكر حضرتك جدا علي. انا عارف انتوا بتسعوا جامد واشكر مشاعرك الطيبه دي، بس عايز اقول لك حاجه، اي تعب احنا بنتعبه قليل قوي ولا يسوى حاجة مقابل ان بلدنا دي تقف على رجليها وترجع مرة تانية بلد عظيمة وشعبها يرجع لمكانته اللي يستحقها مرة تانية. وده مش كلام شعارات. يعني كتير من المصريين طلعوا برا وعملوا فيهم، يعني عندك من ايام عباس حلمي التاني ومصطفى كامل ومحمد فريد، كل الناس دي كانت برا برضو علشان بلدها. سيبك من قصة تصل بالكلام عن مصر من برا ودي خيانة. لا، الخيانة انك تزل شعبك وانك تبيع مقدرات بلدك وانك تاخد بلد كبير عظيمة زي مصر تبيع لده النيل وتبيع لده وسط البلد وتبيع لده مش عارف فدادين فين وده كيلومترات فين، دي الخيانة. انما انك تقف بكلمتك مع شعبك وبلدك فين ما كنت، لا عمرها ما كانت خيانة ولا هتكون خيانة. بشكر مشاعر حضرتك جدا يا ابو احمد. معايا اتصال، ايه نقطة صغيرة. ابو خالد مين معايا؟ ابو خالد السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو خالد، اخبار حضرتك ايه؟ ابو عبد الله وحشنا كتير يا ابو عبد الله. الله يخليك يا رب. عامل ايه يا ابو خالد؟ طمني عليك. تحياتي لكل البرنامج واللي فيه. الله يسلم بالك. انت اكيد الناس وعارف كل حاجه يا ابو عبد الله، ما انت ملمس زي انتوا النور اللي بنشوف بيه الدنيا. ربنا يبارك لنا في عمركم يا رب، ربنا يخليكم لينا. يا ابو خالد مولا. قول لي يا ابو خالد عامل ايه واخبار الاسعار مع حضرتك ايه اليومين دول؟ يا ابو عبد الله اشتكي لك من ايه ولا من ايه؟ النهارده الغدوه يا ابو عبد الله كيلو لحم وشويه بقاله وشويه خضار ب 1000 جنيه. معايا يا حبيبي؟ 1000 وكلتهم الظهر وعايز تتعشى. طيب انا النهارده معايا بكره اروح فين؟ لسه ما دفعتش درس، خلي بالك بعد سنه ما دفعتش وكهرباء 6 اشهر وكاوتش عربيتي بقاله 4 سنين. مفيش حلول يا ابو عبد الله، كله سواد ملس. أسوأ يا حبيبي لما الواحد من جواه. طب نعمل ايه بقى؟ ايه الحل يا ابو خالد؟ طب انت شايف تتحل ازاي؟ الحل ربنا سبحانه وتعالى في علاه مش هينزل. الحل الشعب يا ابو عبد الله، الحل الشعب ونقرب من ربنا. نعم. والشعب الشعب هو السيد في الوطن السيد. احنا عم ابو عبد الله في عصابه مسكانه. شكرا يا ابو خالد. احنا عصابة مسكانة بمنتهى الهدوء، منتهى الوضوح، منتهى الرصانة. أبو خالد قال لك الموضوع عندنا عصابة مسك البلد. أم محمد معانا من مصر، أهلا يا ست أم محمد. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. إزيك يا حاج؟ عليكم السلام ورحمة الله، عاملة إيه؟ إزيك يا حبيبي وحشتيني، ما اتصلتش بك من زمان. أنت تنورينا والله، ده إحنا يعني مفتقدينك، أهلا بحضرتك. معلش يا حبيبي أنا كنت مسافرة، معلش. الحمد لله على سلامتك، واخبارك ايه كده؟ واخبار حبايبك ايه؟ الله يسلمك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب وعودها عليكم بخير وعلى الامه الاسلاميه. حضرتك يا بخير. رب وحضرتك بخير يا رب. قولي لي بقى، سافرتي جوه مصر ولا بره مصر؟ لا بره مصر يا حبيبي. حلو، لما سافرتي ورجعتي لقيتي الاسعار زي ما هي ولا غليت اكتر؟ لقيت الدنيا ولعت يا استاذ احمد. ولعت الدنيا ولع يا ابيض.
الدنيا ولعت يا استاذ احمد. ايه اللي حصل احكي لي. والله يا استاذ احمد ده احنا ده انا كنت سايبه الفراخ ب 70 جنيه كانت لقيتها ب 105. 105 اللحمه؟ جايباها ب 300 الا 10 قبل ما امشي كانت لقيتها ب 450 جنيه. الله 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 ده الضعف يا استاذ احمد. احنا ماسكنا شويه بلطجيه يا استاذ احمد. ماسكنا شويه حرامي. ماسكنا شويه زباله. شويه حوش مسكن هم بس بيسرقوا على قد ما يسرقوا ويطفشوا في البلد على قد ما هم عاوزين ويسرقوا زي ما هم عاوزين ويطلعوا من البلد الدولارات والذهب وده وسايبين البلد تشحت وسايبين الناس تاكل من الزباله. اقسم بالله الناس بتاكل من الزباله يا استاذ احمد. ولا حول ولا قوه الا بالله. والله نفسي اصور لك المنظر وابعتهولك. ابعت لنا يا ام محمد. ابعت لنا واحنا نوري الناس. والله بياكلوا بيبحروا من الزباله وياكلوا. لا حول ولا قوه. وناس مش تعبانه ولا حاجه ده ظروفها زي ظروفها زي الفول. الشعب ده ما يستاهلش كده ابدا يا ام محمد والله. اللي كانت عامله 50 شنطه 50 شنطه رمضان السنه اللي فاتت السنه دي بتقول لك انا عايزه شنطه رمضان. كانت عامله السنه اللي فاتت 50 شنطه. اللي كان بيمد ايده وبالعون للناس دلوقتي عايز اللي يعينه. ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يعين الناس يا ام محمد. ربنا يعين الناس. بشكرك. السنه دي هي عاوزه شنطه. ربنا يعين مصر والله. بشكرك والحمد لله على سلامتك وتنورينا دايما في 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 البرنامج ان شاء الله. ام انس معانا. اهلا يا ام انس. اهلا استاذ احمد. ازيك يا ام انس؟ اهلا بيك. احنا للاسف يا استاذ احمد احنا اللي عملنا في نفسنا كده. احنا كشعب مصر عملنا في نفسنا كده لما قالوا لنا ايه يعني المشكله لما تاكلوا رجول الفراخ. وكلنا رجول الفراخ ورضينا بيها وبقينا نفرح بكارفور لما ينزلنا عرض يزلنا عد برجول الفراخ والكبد. والله اعزكم والله اكل الحيوانات في الشارع. احنا اللي عملنا في نفسنا كده يا استاذ احمد. كيلو اللحمه دلوقتي بتكلف 350 جنيه اسره مكونه من 6 افراد يا دوب يغديهم. ده ايه غداهم كيلو اللحمه؟ بلاش لحمه. انا دي لي اكتر من 6 شهور ما جبتش لحمه. بلاش لحمه. كيلو الفراخ ب 105 بلاش فراخ. كيلو الفول وصل 70 جنيه بلاش فول. كيلو العدس ب 100 جنيه بلاش عدس. ما هناكل ايه؟ هنعيش على ايه؟ احنا جوعنا اهل غزه واهل غزه كلوا الاعلاف. احنا حتى الاعلاف مش هنلاقي ناكلها. شكاره العلف 25 كيلو عامله 750 جنيه. لا حول احنا جوعنا اهل غزه واحنا هنجوع احنا كمان. احنا مش هنلاقي العلف حتى ناكله. احنا اسالنا الرابعه واللي كانوا في رابعه وستات وبنات رابعه واتكلمنا في اعراضهم وغضنا فيهم. احنا بندفع كل ده. احنا بندفع دم المعتقلين. احنا الشعب المصري هيشيل تاني لانه كان قاعد وبيتفرج وساكت. وانا من الشعب المصري وانا واحده من الشعب المصري لسه هتجيلنا تاني وهتدور علينا الدائره تاني. احنا من انا بتكلم حضرتك احنا من المستوى اللي كان بيمد ايده للناس. دلوقتي احنا عايزين اللي يمد ايده لينا. احنا الناس اللي كانت متعوده تفتح وتخبط علينا وتقول يا اهل الله احنا عايزين حاجه متعودين ياخدوها مننا ما بقاش عارفين ياخدوها. مش عارفين نعمل حاجه. ربنا يلطف بالناس. احنا العيش حاف مش عارفين ناكله لعيالنا. ولا حول ولا قوه. احنا الشعب المصري هيفضل قاعد لحد امتى؟ الشعب المصري هيفضل ساكت لحد امتى؟ هيفضل ياخد لحد امتى؟ بس فنستاهل. طول ما احنا ساكتين وقاعدين سكتنا على دم رابعه. سكتنا على المعتقلين لحد دلوقتي معتقلين. وسكتنا على الدم اللي للركب في غزه وتجويع غزه اللي ما بيموتش بالقصف بيموت بالجوع. هنعمل ايه تاني؟ احنا نتحرك امتى؟ عروقنا ونخوتنا ودمنا هيتحركوا امتى؟ وشكرا. السلام عليكم. شكرا يا مانس. اشكرك. عارف لما حد يجيب لك جرعه مره واحده فيها كل المشاكل كل الحقيقه كده قدامك مره واحده ده اللي عملته فينا مانس دلوقتي. شكرا يا مانس على اتصالك بينا. علي من مصر. اهلا يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج علي. اهلا بيك. تحياتي يا استاذ احمد. تحيه لحضرتك. ان شاء الله يا رب تكون بخير. الله يبارك فيك. اتفضل يا سيدي. الحمد لله سيدي. طبعا اذا افترضنا ان الاسره هي الواقع الضيق اللي الواحد بيقتصر فيه على زوجته واولاده فمعلش الحاجه كده غلط. الاسره بقت كلها البلد.
الوضع دلوقتي ما عادش يحتمل حتى مجرد النظر لله لكل الضغط الغبي اللي لا يقل شراسة عن الأحزمة النارية اللي في غزة. بالمنتهى كل ما يحدث من وراء الستار يقدر يوصلك اللي هيحصل في العصر دي قريبا، واللي احنا شايفينه في الشارع. انت دلوقتي ما تقدرش تقعد في مكان غير لما بتلاقي الشاب اللي بيخدم عليك بيقل ادبه عليك، تلاقي حد يرمي بلا عليك من حيث لا تدري. خليني من كل ده، ولكن خلينا نشوف الحقائق. دلوقتي لو نرجع ل 2016 ومشروع شاطئ العراء اللي كان مكة شركة ألمانية اللي هي بتدير شاطئ العراء في نتانيا في إسرائيل، هي دي دلوقتي اللي جاية مع الإمارات، أوكي؟ وهو ده المصير النهائي اللي بيزقه بيتصاعد مجموع للحافة، إن في النهاية مش هيكون في مصدر للرزق غير والعياذ بالله غير البغاء. فالشعب لازم يفوق، شرفك هيضيع، أنت أصلاً خلاص مفيش قصاد منك فرصة تانية إنك تبقى بني آدم. مش محتاج العملية خوف ولا تفكير، لأن خلاص إذا كان من الموت بد فمن العار أن تموت قواد. خليني من الدين، خليني من أي اعتبارات تانية. إحنا بشر بني آدمين، ما ينفعش إن نفضل عمالين نلف كده زي القطيع ورا بعضه ونتشكى، في حين ان الامر مش محتاج اكتر من ان وقفه بس. لا، كلمه واحده، لا كفايه، زي ما اتقالت قبل كده تتقال دلوقتي تاني بجديه. يا جماعه شرفكوا على المحك، مش هقول لك حياتك، لا شرفك على المحك، كرامتك خلاص انتهينا، انت مجرد رقم، لا ليك شخصية ولا ليك تاريخ ولا ليك اعتبار، وهو ده الكلوزنج النهائي. وبعد كده هيبقى الأمر من أتعس ما يكون. شكرا أستاذ علي، أنا مش بقطعك بس علشان ما نعيدش الكلام تاني عشان آخد صلاة تانية. بشكر حضرتك على وجودك معايا. أم عبد الله معانا على التليفون، أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا أم عبد الله، اتفضلي. بقول لحضرتك ازيك يا أستاذ أحمد، أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك، تسلمي يا رب، إن شاء الله تكونوا بخير. والله انا بصراحه انا مش عارفه، انا مصدومه، واخده خلف على دماغي، انا مش عارفه، انا عايشه هنا في السعوديه انا واولادي. واحنا يا دوبك مكفيين، يعني احنا عايشين، عندي اولادي في مصر، جزء في مصر وجزء معايا هنا. الكبار في مصر والصغيرين معاكي، ده الطبيعي. ايوه والصغيرين ايوه ده معايا، فاحنا عايشين هنا وبناخد من هنا. الاسعار هنا اصبحت في السعوديه هنا يا استاذ احمد ارخص من مصر. بنتي بتقول لي يا ماما انا رحت اجيب كذا، بقيت مصدومه من الاسعار، اجي احسبها بالسعودي هنا الاقي الاسعار هنا. انا نازله المره اللي فاتت يا استاذ احمد، بعد ما كنت انا الاول كنت باجي من مصر بجيب معايا اللحمه والفراخ والبط واجيب السمنه البلدي واجيب كل حاجه معايا، اصبحت انا الاجازه اللي فاتت نزلتها واخده كل حاجه معايا وانا نازله من السعوديه. انا اصبحت بجيب بيجي عليا وزن وانا جايه ادفع وزن في المطار عشان الحاجات اللي انا جايباها. دلوقتي اصبحت وانا جايه من مصر جايه فاضيه معيش اي حاجه، وانا نازله بقى اللي بدفع وزني من هنا، باخد معايا والله العظيم واخده لحمه عليه العوض ومنه العوض. يا ام عبد الله، انا كنت مغترب زي حضرتك كده، وكنت بروح الامارات وكنت باخد حاجات من مصر وانا رايح. انا عارف انت بتتكلمي في ايه. ايوه انا كنت باخد حاجات معايا، كان الحاجات رخيصه في مصر وكنت باخد الحاجات دي وانا جايه، وناخد عسل وناخد زبده بلدي وناخد فطير انا عارف ده، وناخد بط و و و ايوه عليه العوض ومنه العوض. والله العظيم يا استاذ احمد، وانا نازله دلوقتي واخده الاجازه اللي فاتت واخده معايا زيت واخده معايا سكر واخده معايا رز واخده معايا كل حاجه من هنا، يعني حاجات اللي انا واخدها الاولاد. ربنا يعوض علينا يا ام عبد الله. انا عارف انت بتقولي في ايه، بشكرك جدا. انا بس عايز افكر الناس ان مصر دي كانوا بيقولوا عليها بلد الميره، الميره يعني الاكل والخير، وصلت كده في عهد السيسي. طيب خلاص ناخد اتصال اخير. استاذ رباب من مصر، حضرتك استاذ احمد، ازيك يا استاذ رباب؟ ان شاء الله تكوني بخير يا رب. حضرتك عامل ايه؟ الله يسلمك. بص حضرتك، انا في بس حاجه محيراني واسال حضرتك فيها. قولي.
دلوقتي السيسي لما جه قال ان هو قعد 10 سنين سلكته فيها ميه. تمام؟ وبعد كده قال ان هو اتبرع بنص ثروته لمصر. صح كده؟ هو كان غني ولا كان فقير ولا كان كلام جهزة. بقى يا ست رباب، اللي يغلب بيه بيلعب بيه، اللي تغلبه بيلعبه. هو ثروته، هو ثروته اللي حطها دي بقت دلوقتي بقى خلاص اشترى مصر كلها بيها يعني؟ ولا هو حط الفلوس كلها على بعض؟ هو خد البلد كلها على بعض، مش باللي هو ما حطهوش، بالتلبيه اللي كان فيها الميه طبعا. يعني احنا الشعب دلوقتي يعمل ايه؟ انت دلوقتي عماله تدفعي ضريبه ان انتوا خليتوا واحد زي ده يبقى على راس البلد. ادفعي بقى يا بلد، نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ انت ايه رايك؟ احنا والله بنموت حرفيا. انت ايه رايك نعمل ايه؟ احنا لازم الناس تنزل، والله لازم الناس تنزل، احنا تعبنا. يعني الواحد عشان يجيب فطار، عشان نجيب فطار لأسرة ثلاث صنفار، مش هقول لك أكتر من كده، عايز لك 50 جنيه. فطار فول وطعمية بس. فول وطعمية بس عايز لك 50 جنيه، طب ده يرضي مين؟ ما يرضيش حد.